مساء الخير، مرحب بكم مشاهدينا في حلقة يوم الثلاث 17/12/2013. على الرغم من متابعتنا المستمرة لكل الأحداث اللي بتكون في الجامعات المصرية بشكل عام وجامعة القاهرة بشكل خاص، إلا أنه السؤال المتكرر هو إيه اللي بيحصل بالضبط؟ هل المواجهات وكل المحاولات اللي بتتم لإحداث عنف وإحداث تعطيل للدراسة، هل هي مجرد محاولات إخوانية لتعطيل البلاد وبالتالي تعطيل الجامعة المصرية لما لها من تأثير في هذه اللحظة اللي بنعيشها كلنا في مصر، أم إنها مواجهات طلابية بعيدا عن السياسة كما يتحدث بعض من الطلاب؟ النهاردة هنحاول أن احنا نفهم أكتر عن حقيقة ما يحدث في الجامعات بشكل خاص وجامعة القاهرة، أو الجامعات بشكل عام وجامعة القاهرة بشكل خاص، من خلال لقائنا مع دكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة المنتخب. دكتور جاد نصار أدار الفترة الأخيرة إدارة مختلفة عن إدارات مختلفة في الجامعات المصرية. إدارته للأزمة في جامعة القاهرة الحقيقة أدت في النهاية إلى وجود آراء مختلفة حول أدائه. البعض رأى أنه مكسب كبير جدا للجامعة المصرية أن يكون بها هذا النوع من القيادة، الإدارة الحكيمة المحافظة على استقلال الجامعة، ولكن كان هناك انتقادات سلبية بل اتهامات أنه طابور خامس وأنه خلية نائمة وأنه وأيادي مرتعشة وما إلى ذلك من اتهامات ربما مكررة بنستمع إليها مؤخرا في الفترة الأخيرة. كيف يقيم دكتور جابر جاد نصار إدارته للأزمة خلال الفترة الأخيرة؟ ما هي الوعود التي طرحها على طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة والتي أدت إلى إعلان تعليق الاعتصام حتى الأربعاء القادم، وإلى أي حد قادر على تحقيق هذه الوعود؟ وغيرها من الأسئلة هنطرحها على دكتور جابر النهاردة بإذن الله في لقائنا معاه في فقرتنا التالية لفقرتنا الأولى اللي هنتعرف فيها على كثير وكثير من الأخبار. والحقيقة الأخبار النهاردة ليها أكتر من قسم متعلق بالاقتصاد والبورصة اللي بتتزايد أرباحها في الفترة الأخيرة ومنذ بداية التعاملات مع بداية الأسبوع، وبعض التوقعات بتؤكد أنه البورصة ستعيد أرباحها إلى ما كانت عليه قبل يناير 2011. عندنا كمان جزء أمني متعلق بالمواجهات الأمنية المستمرة والقضاء على واحد من أخطر العناصر الإرهابية الضالعين في مذبحة رفح الأولى في شهر رمضان واللي كان موافق 1 أغسطس 2012، بالإضافة إلى بعض من القرارات المتعلقة بالزراعة من خلال أخبار عن الزراعة وأخبار مختلفة عن الاستفتاء والاستعداد للاستفتاء وأمور أخرى هنطرحها وهنتعرف على تفاصيلها من خلال فقرتنا الأولى واللي هنبتديها مع حضراتكم بعد الفاصل.